متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، والتي تشير إلى انتشار كبير لكميات من السحب الركامية الرعدية كما تلاحظون على طول الواجهة الغربية من المملكة وبعض المناطق الشمالية القريبة من حائل، إضافة إلى أقصى المناطق الشمالية. زخات رعدية غزيرة من الأمطار مرافقة لهذه السحب الركامية، نشاط كبير في سرعة الرياح يسبق هذه السحب، إضافة إلى تساقط لزخات من البرد شمل مناطق واسعة من المملكة بحمد الله، ضمن تأثيرات المملكة بهذه الأحوال الجوية غير المستقرة. توقعات النمذج الحاسوبية للأمطار، فكما نلاحظ تبقى فرص الأمطار مع ساعات ليلة السبت على الأحد حاضرة على طول المناطق الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. أما بالنسبة لساعات نهار يوم غد الأحد، فيتوقع تجدد فرص هطول الأمطار الرعدية على كافة المناطق الغربية للمملكة، تشمل مرتفعات أبها والباحة وعسير، مرتفعات الطائف، مرتفعات مكة المكرمة، مرتفعات المدينة المنورة، بالإضافة إلى بعض المرتفعات الجنوبية من تبوك. هناك غدا توقعات بأن تصل الأمطار الرعدية ربما إلى مدينة مكة المكرمة بمشيئة الله تعالى. تنتشر بعض من هذه الزخات الرعدية الأمطار نحو الشرق لتصل إلى المناطق الغربية من محافظة الرياض مثل مناطق الدوادمي بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى هذه الليلة في العاصمة الرياض، فالأجواء مستقرة إجمالا، تكون درجة حرارة صغرى 23 درجة مئوية مع ظهور وانتشار لبعض السحب والغيوم التي في العادة لن تكون أي منها غيوم ممطرة. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض 34 درجة مئوية يوم الأحد والصغرى 24، 36 إلى 25 يوم الاثنين، وتصل إلى 37 درجة مئوية يوم الثلاثاء والصغرى 26 درجة مئوية، في ارتفاع تدريجي متوقع على درجات الحرارة في العاصمة الرياض. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى متوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، ونبدأها من المناطق الشمالية، تكون في سكاكا 35 إلى 24، 36 إلى 22 في عرعر، و36 إلى 24 في تبوك، والأجواء في هذه المناطق حارة للغاية وهي أعلى بكثير مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام. انتقالا إلى المناطق الغربية من المملكة، تكون الفرصة مهيئة لأمطار رعدية في مكة المكرمة من 38 إلى 30 درجة مئوية، في الطائف أجواء غير مستقرة وأمطار رعدية متوقعة من 27 إلى 16، فرصة لبعض الأمطار الرعدية أيضا في المدينة المنورة من 39 إلى 28، والأجواء أكثر استقرارا في جدة من 34 درجة الحرارة العظمى وصغرى 30، مع يعني إبقاء يعني المراقبة لاحتمالية امتداد بعض السحب الركامية للأجزاء الشرقية من جدة بمشيئة الله تعالى. في جبال جنوب غرب المملكة الأجواء أيضا غير مستقرة للغاية مع أمطار رعدية في كل من أبها والباحة، العظمى في أبها 25 والصغرى 17، وفي الباحة من 24 إلى 16، تكون في جازان من 35 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 28 درجة مئوية، في الإحساء 37 إلى 25، في الدمام من 34 إلى 23، وفي حفر الباطن من 36 إلى 23 درجة مئوية. أما في المناطق الوسطى تكون في العاصمة الرياض 34 إلى 24، في بريدة من 33 إلى 23، وفي حائل تصل العظمى إلى 30 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 22 درجة مئوية. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. ندعوكم إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب في المناطق التي تتعرض لهطولات للأمطار الرعدية، وضرورة الانتباه من مخاطر تشكل السيول في ظل هذه الظروف الجوية. أتمنى لكم الجميع السلامة في هذه الأحوال الجوية، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.